السلام عليكم الزامي، معكم كريبتو بالدارجة. اليوم جيت معكم بكويك فيديو ريفيو على واحد الجيم سلاش بلاي تو ايرن سلاش كريبتو اللي سميتو إلوفيوم. وتقريبا الى كنتو شوية افونسي في المجال ديال لي كريبتو موني وفي المجال ديال تداول العملات الرقمية غتقدروا كتعرفوا هاد لا كريبتو، ولا الا ما كنتوش كتعرفوها هذه هي لوكازيون باش تعرفوها. هي بلاي تو ايرن، اللي هي لعبه كاينه موجوده على البلوك تشين اللي كتلعب فيها باش تربح لي كريبتو، ولا باش تربح لي تيغوم ولا ايلوفيوم. ايلوفيوم انت كدابز مع ايلوفيوز اللي هما واحد لي كرياتور اللي غادي نشوفوهم من بعد في لا بريزونطاسيون ديال هاد لا فيديو. وهو كيتعتبر غادي كيعتبروه لي كرياتور ديالو ولا ديفلوبر ديالو تريبل اي جيم. سيتادير شنو هو تريبل اي جيم؟ هو ان جو لي ديفلوبمون ديالو ولي الماركتينغ ديالو بوسي بزاف. و غنشوفو في هاد لا فيديو جيم بلاي ديال ايلوفيوم، شنو هو الثمن ديالو، شنو هما الاسرار ديال هاد لا كريبتو هادي وهاد بلاي تو ايرن هذا، وشنو هو التارغيت ديالو في المدى القريب والمدى البعيد، وشنو هما النيوز ديالو. واذا بغيتو تبقاو ديما على بال على شنو كيوقع في السوق ديال العملات الرقميه، سوي سور دو فوز ابوني على لاشين، تابوناو لاشين، ديروا لايك خلاص لا فيديو باش تعاونونا وتسبورتيونا، و activez la cloche. Et surtout n'oubliez pas de checker les vidéos القدامين ديالنا ou de vous abonner sur notre compte Insta حيت راه حنا on est beaucoup plus actif فيه. وكنعطيو شنو هما دي سينيال ديال شنو هما العملات الرقميه اللي تقدروا تانفيستيو فيهم، و النيوز اللي كاينين. بحال دابا هنا شفنا بان في هذه الايامات الاخرى لابل سي او تيم كوك قال بانه هو شخصيا عنده دي كريبتو. شفنا بزاف ديال لي نيوز واحد اخرين، بحال دابا هنايا كنشوفوا بان عندنا لي غيشي ديال البيتكوين شحال كاينين في افريقيا وتطور ديال النوع ديالهم. هنا النهار فاش بريكا الماركت كاب ديال لي كريبتو موني 3 ديال تريليون دو دولار درناها. عندنا بزاف ديال كنبارطاجيو بزاف ديال لي زانفورماسيون على بحال دابا هنايا كانت ثيرد لارجست بيتكوين ويل اللي هو الحوت ثالث اكبر حوت في اللي مهولدي البيتكوين، شرا 423 بيتكوين في الثمن ديال 61 كاس. تاجر كو انهم ترقب ولا عارف بان لو بري غادي يطلع للفوق، وهادشي كامل بوليش. مهم تابوناو لاشين و سيفينو سوغ انستغرام وحتى على تيك توك، لي ليان راه غتلقاوهم لتحت في لا ديسكريبسيون. يلا ندوزو لا فيديو. Alors nous avons le jeu de la crypto qui s'appelle Ilovium. Alors le thème de la liouma d'ailleurs 1157 dollars, mais ne vous laissez pas de voir que le thème de la 1157 dollars, parce que beaucoup de gens comme vous qui voient que le thème qui est en train qui disent que ce n'est pas le cas ou 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 le cas ماركت كاب ديال هذا 28 مليار ديال الدولار، والماركت ديال ايلوفيوم غير 700 مليون. الوغ كو هذا يقدر يولي الثمن ديالو الى وصل لبحال شيبا اينو، يقدر يوصل الثمن ديالو ل 100,000 دولار، ميم با 100,000 دولار، مي 50,000 دولار. استاجر كو هذا رخيص على شيبا اينو، والماركت كاب ديالو 700 مليون ديال الدولار. فولي دايلوتد ماركت كاب 11 مليار ديال الدولار. هادي كيقول لك بان شحال غادي يكون الماركت ديالو الا كان الماكس سبلاي كامل مليبيري. صادير كو كلشي اللي كاين مليبيري، صادير كو الماكس سبلاي 10 ديال المليون، 10 ديال المليار ديال 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 التوكنز. هنايا الثمن ديالنا عندنا في 1000، سيتادير كو الا كان الفولي دايلوت ماركت كاب غادي يكون في الثمن ديالو هذا، سو كي فيتير كو الانفلاسيون فاش غادي يزيد يتزاد التوكن ديالك، منين غادي تستيكي نتايا التوكن ديالك، ولا منين غادي تشريه، ولا غادي دير به دي ترانزاكسيون، ولا منين غادي تربحو في لو جو، غادي يبقى الثمن يفلكتوي انتر الانفلاسيون ولا ديفلاسيون. Entre l'inflation ou Mohim, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération pour le match. Alors, Taman Diallo qui m'a fait chauffer ou à Khrej le jouet Dial avril-mai.
فات هاد العام ديال 2021 وشاف الثمن ديالو داز من 30 دولار من 10 دولار 25 دولار حتى 1000 100 دولار وسيغتين وسيغمون مع بلوتو سيغتو مع هادشي اللي دارت فيسبوك على ميتا وعلى الميتافيرس. انا براسي كنت حاضي هاد الوفيوم والثمن ديالو فاش كان في النواحي ديال 300 دولار وما شريتش فيه حيت كنت كنساينو يزيد يهبط اكثر من ديك الشيء, ولكن كما كتعرفوا بان الماركت امبريفيزيبل احسن طريقه باش تشريو فيها هي تقسموا بحال دابا عندكم 100 دولار تشريو 10 دولار اليوم او تشري 10 دولار دابا سيمانه تشري 10 دولار اللي كيتسمى الدولار كوست افريجين, والثمن ديالو دابا دوبل تقريبا داز من 400 تريبلا حتى 1300 دولار اللي هو الاول تايم هاي ديالو. الى جينا نشوفوا ف انا الى كنت بلاصتكم غنساين بول باك قبل ما نشري هاد التوكن هذا ديال اللوفيان. الى جينا نشوفوا البري ديالو في تريدين فيو على النيفو ديال 4 السوايع حيت الديلي ما فيهش بزاف ديال لي زانفورماسيون حيت قليل باش تليستا في اوكي اكس وف في اوكي اكس اوف باينانس. الى جينا نشوفو كنشوفو بان عندنا هاد فولين ويدج هذا كيتفورما هنايا نقدروا نتريديوه نقدروا نشوفو ونحضيو فوقاش غادي يوصل الثمن ديال هذا هو التارجت ديالو, ولا يقدر يتخذ التارجت ديالو من هنا حتى لهنا ويكون من البلاصه ديال البريك داون غادينا الثمن ديال 1500. وكنشوفو كما كتشوفو هنايا عندنا بزاف ديال لي بوين دو كونتاكت كثر مع الفوق كو مع التحت, سي تادير كو كي تيستي هاد لو نيفو دو ريزيستانس بزاف. عندنا الار اس اي طايح او نيفو ديال لي 4 غير دزنا ال 1 داي غتشوفو بان عندنا الار اس اي رجع للرينجز العاديين ديالو حيت طلع بزاف, وكنشوف بان ستوكاستيك ار اس اي كي فليبي غادي تقلب الجهه الاخرى وهبط بزاف او نيفو ديال الديلي, سيتادير كو سي ان بون مومون باش تشري واحد لا كريبتو. هاد ندوزو ال لو سيت ديالهم والريفيو ديال السيت ديالهم اللي عندنا هنايا اللي هو هذا غتلقاوه هنايا في كوين ماركت كاب اللوفيوم دوت اي او هو هذا. الوغ كيما كتشوفوا هنايا عندنا واحد لا بغيف illustration ديال شنو غادي يكون هاد العالم ديال اللوفيوم اللي هو اوبن وورلد تقدر تحرك فيه تمشي فين ما بغيتي بحال وورلد اوف كرافت الا كنتو عندكم مع الجيمين وتقدروا تحركوا. والى درنا تريلر هنا تريلر ما تيبينناش بزاف كي غادي يكون الجيم وغنشوفوه من بعد في الجيم بلاي, ولكن دابا غنشوفوا تريلر مجموعين ونديروا بلاي. كما كتشوفوا هنا راه كاينين ماشي غير الجيم بلاي بوحدو ولكن عندنا سينيماتيكس مع الجيم بلاي, سيتادير كو سي ان تريلر ماشي هكا كي غادي يكون لو جو. وباش تعرفوا كي غادي يكون لو جو بغيت نوريكم واحد لا فيديو اللي هي خرجت هادي ميم با اون سيمين على ديسكورد ديال واحد من الناس اللي متبعين هاد اللوفيوم, وها هي لا فيديو ديال الجيم بلاي. هذا سي لو جو الحقيقي كيفاش غادي يكون. كما كتشوفوا الجرافيزم ديالو اللي تري 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 بوسي, كتشوفوا بان الحركات ديال البيرسوناج ديالنا فاش تنقز في لي زير والديتاي اللي عندنا هنايا في 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 لا ماب ديالنا اللي تري ديتاي. عندنا هاد الكومبانيون اللي كيكون معاك
ولا كما كتشوفوها هنايا كيتسموا الوفيلز ولا هذا ما عرفتش شنو سميتو. المهم سي ان كومبانيون دو شاس. وهنا حتى الايمين مزيان هنايا كيشوتي على ما عرفتش شنو هذيك بابل باش كيكري هذا لو بورتاي هذا يمشي لشي ديمونسيون واحده اخرى. وهنايا هذا في سي ان اوتر انفيرونمون. وكما كتشوفوا لو ديبلاسمون ديال le personnage qui me fait chauffer le harokat, c'est un jeu li machi adi le développement de Diallo ou machine bid fait la création li fait ou kain bzaf dial. C'est un jeu li vraiment il a un talak radi qu'on a un succès كبير. ولكن خصكم تعرفوا واحد الحاجه اخرى الا جاتكم هنايا شفتوا الجيم بلاي وبانت لكم بان لا ماب خاويه خصكم تعرفوا بان هادشي غير بيتا تيست. هادشي سي اون انترن ديالهم عندهم خاويه حيت مازال ما كاينين الوفيلز اللي غادي يكون خصك دابز معاهم واللي غادي نشوفوهم ابري في لو سيت ديالنا. و بان هنا كاين نتايا بوحدك ان طون كو جوور. الوغ اوسي نشوفو نوتخ سيت اللي عندنا هنايا ريجستر. عندنا ويلكم تو ايلوفيون و اوبن وورلد ار بي جي سيتادير كيمكن لك تمشي فين ما بغيتي. هنا كيديروا لنا بريزونطاسيون ديال العلامات ولا ديال لي موند بلوتو. اسمحوا لي الا قلتها في شي شكل لي موند اللي كاينين هنايا في الوفيوم. وما كنشوفوا كل واحد مختلف بزاف على الاخر وهذا الشيء كيبقى توجور اون مود دو كرياسيون حيت مازالين كيديفلوبيو في لو جو وما غادي يتلونسا اوفيسيلمون ما غادي يتلونسا لا فيرسيون ديالو فينال حتى الكيو 1 ديال 2022 اللي هما 3 شهور ولا 4 شهور الاولى ديال 2022. هنا عندنا وحدين تشالنجات ديال الكومبيات اللي كاينين عند هادو هما الالوفيلز ديالنا. عندك هنايا اكثر من 100 الوفيل اللي تقدر تكوليكتيهم سيتادير كو عندك بزاف ديال البلايص ما تاكسبلوري وبزاف ما تشوف وبزاف ما تكري بلوتو بزاف ما دير في لو جو ديالك و خلاص باكد باي ا بلوك تشين. وهنا كيقول لك بان سي جود باي تو غاز سيتادير الا بغيتي تبيع وتشري ان اف تي حيت بيان سور هذا سي تان بلاي تو ايرن كريبتو بلاي تو ايرن الوفيوم سيتادير كو انت كتلعب في هذا لو جو اللي كاين في اون بلوك تشين كتربح به عمله رقميه اللي هي سوا لي تيروم سوا لي لوفيوم و كتربح بهم ايتيمز و الوفيلز اللي هما دوك لي كرياتور صغارين اللي كتقدر دابز بهم ولا دوك لي كومبانيون اللي كيكونوا معاك ولا دي زارمور ولا كيما كان. راكم نتوما اصلا غادي تكونوا الا كنتو انتريسي بهذا لو سوجي ديجا لعبتو الام ام او ار بي جي و دي ار بي جي واحد اخرين غادي تقدروا تبيعوا هادوك لي ايتيم اللي شريتو وغادي تقدروا ديروا بهم بزاف ديال الحوايج و لي بارتنير ديالهم بلا ما نهضروا عليهم. عندك بلوكسينك فينتشر عندك شين لينك اللي هي وحده من توب 20 ديال الكريبتو اللي عندك ستيك داو عندك لوتوس كابيتال عندك اميوتابل اكس اللي هي ان كومباني بحال اوبن سي اللي هي اللي شفتو هنايا اميوتابل اكس. و يمكن لك خلاص هنايا كاين في باينانس وشي سواب كوكوين وبزاف ديال الاكستشينجز. الوغ باش تقدروا تستيكيو الا كان عندكم تشريتو هاد التوكن هذا وتمشيو لشي بول وتستيكيوه وتربحوا باسيف انكم عليه سيتادير انا عندي بحال دابا شريت 20 الوفيول باغ اكزومبل ولا 0.1 ولا 0.01 الوفيول بغيت نربح للوفيول غادي نمشي لوحده من هاد البولز هادو وغادي نحط فيها الوفيولز ديالي عندهم عندهم هاد لا بوسيبيليتي هادي او سان ديالهم. عندنا شنو غادي يجي في الايام و السيمانات المقبله نورمالمون قال لك في تويتر ديالهم بان انونساو بان غادي يبداو البيع ديال لاندز سيتادير كو بنادم
بغى يشري شي ارض بحال كما شفتو في ديسنترالاند اوف ذا ساند بوكس، غادي يديروا حتى هما نفس الحاجه، ستادير كو غادي يبيعوا لاند، سي غادي يبيعوا اراضي، الناس غيشريهم اون طونك ان اف تيز، وعندنا ديكس ديالهم غادي يجي باش نقدروا نسوايبيو بلوتو الايتيمز ديال اللي غنشريو، وخلاص عندهم ان اف تي ماركت. عندنا هنايا تقدروا تمينتيو بزاف ديال الان اف تيز ديالهم، وتقدروا تشريوهم الا مشيتو اوبن سي، كل واحد شحال الثمن ديالو، وكل واحد شحال الثمن ديالو باش يتمينتا. الا بحال دابا شفنا هذا غانغستا كويز ايموت، مشينا لاوبن سي وشفنا شحال كدير، الثمن ديالها داير هاد الثمن خيالي ديال 3.98 ايثيروم، اللي هو 18000 دولار. سي ان بري اكستراوردينير، اللي باش تعرفوا بان هاد الايتيمز هادو، هاد الان اف تيز هادو، الا مشيتو حتى بدا لو جو لعبتو، بديتو تلعبو وبديتو تربحو هاد الان اف تي، تربحو هاد الايثيروم، تقدروا ديروا به بزاف ديال الحوايج. الوغ هادشي هو اللي كان عندي ليكم بوغ هاد لا فيديو هادي. بوغ الاب كومين شنو يقدر يوصل له ايلوفيوم في السيمانات المقبله وفي الاشهر المقبله، انا كنشوف ايلوفيوم من هنا الاخر ديال العام يوصل القليله القليله الماركت كاب ديالو 2.5، هادشي اقل ما نقدر نتصور فيه ايلوفيوم يوصل له، ساشون كو بان ان جو اللي خدام بحال اكسي انفينيتي واصل ل 8.8، واكسي انفينيتي هو غير دي بيتي مونستر اللي اون كدابز بهم اون 2D، وغتكونوا كاملين. راكم ديجا سمعتوا باكسي انفينيتي وبشنو دار خبله، فيو كو خدام وكاين في التليفون وكاين في البي سي والى غير ذلك الى غير ذلك الى غير ذلك. المهم عندي كونيكسيون عندي شويه ثقيله، ما غاديش نشوفوها هنايا، الا تحليا راه غادي نديروه، سينو راكم تقدروا تدخلوا الكوين ماركت كاب وتبركوا على اكسي انفينيتي وتشوفوا شنو هو اكسي انفينيتي. والا شفنا اصلا حتى الماركت كاب بلوتو ديال البلاي تو ارن والميتافيرس كامل، غادي تلقاو بان الماركت كاب ديالهم كامل واصل بحرا 33 مليار ديال الدولار، اللي هو ميم با الماركت كاب ديال الدوج ولا ديال شيبا. انو استاجر كو داك الناس فاش غادي اللي مانفيستين في الدوج واللي مانفيستين في شيبا، فاش غيفهموا بان الفاليو الحقيقيه اللي كاينه و فين كاينه وشنو هو تريند اللي كاينه مع الان اف تيز ومع الجيمز اللي كاينه مع الميتافيرس، غادي يجيو غادي انفيستيسيو فحال هاد ايلوفيوم، بحال ييلد جيلد جيمز اللي هو حتى هو بارتنر ديال ايلوفيوم، و ستار اتلاس حتى هو واحد من جيمز اللي تريبل اي، اللي غنقترح لكم وغنوري لكم اون فيديو عليه بروشينمون. واذا بغيتو تنتوما تبقاو ديما على بال على شنو واقع في لو موند ديال لي كريبتو، ما تنساوش ديروا لايك وتابوناو لاشين وتفعلوا الجرس باش تبقاو ديما عندكم هاد العملات الانفجاريه اللي كيطلعوا 10 20 100 مره قبل من الناس الاخرين، وحيت انا كندير لي ريغيرش في بلاصتكم، ولكن كيبقى توجور نوت فاينانشال ادفايس، خصكم ضروري حتى نتوما انا كنعطيكم باش تبداو، ولكن خصكم حتى نتوما ديروا لي ريغيرش ديالكم. يلا نقولكم باي باي بور لا بروشين فيديو، و الى بغيتو حتى نتوما تشريو دي كريبتو فيت ان سورت دو كليكي سور لو ليان دون لا ديسكريبسيون باش تقيدو في باينانس، باسكو فوز اوري 10% دو بروموسيون على لي زاشا و لي فري دو ترانزاكسيون ديالكم. Merci d'avoir regardé la vidéo, on m'a dit Inch'Allah la prochaine fois pour une prochaine vidéo sur les crypto-monnaies. Au revoir.